السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ثمرات الأوراق. أنا وزميلي الأستاذ فاضل سنتحدث في هذا اليوم عن الشعر ومكانة الشعر عند العرب. قيل أن الشعر ديوان العرب، وهي مقولة حق تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل وحقبة بعد حقبة. ليس على العرب فقط، بل بقية الأمم أيضا تناقلت الشعر وتغنت بالمفاخر، ذكروا أيامهم، أفراحهم، أحزانهم. كان الشعر له دور أساسي في الحياة. أستاذ فاضل، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. مرحبا بك أستاذ عدي. كما قلت، الشعر هو الكلام الموزون الذي قصد وزنه، نعم، وتقفيته، نعم، وهو يعني كلام لا يختلف عن سائر كلام الناس إلا بالوزن والقافية. نعم. وكما قال الجاحظ، والشعر عندنا لا يقوم إلا على ساقين من الوزن والقافية، فإن فقد أحدهما مشى على العكاكيز، وإن فقدهما جميعا صار الشعر كسيحة. نعم. وهو 15 بحرا على تقسيم الخليل بن أحمد الفراهيدي، و16 بحرا على تقسيم الأخفش. نعم. وهو كما قلت، الشعر ديوان العرب كما قال ابن عباس. نعم. وهو ترجمان المفصح عما لهم من الأدب. نعم. والصيوان الحافظ لمآثرهم، والسلك الجامع لمفاخرهم، به تنال المطالب وتدفع المثالب وتدرك الرغائب وتملأ الحقائب، استعملته العرب للتغني بمكارم أخلاقها. نعم. وطيب أعراقها. نعم. وذكر أوطانها الصالحة، وذكر أيامها الصالحة وأوطانها النازحة وفرسانها الأنجاد وسمحاها الأجواد، لتدل أنفسها على الكرم وتدل أبنها على حسن الشيم. نعم. ومن شدة شغف العرب بالشعر، تخيروا 7 قصائد منتخبات من خيار قصائدهم، علقوها على أقدس مكان عندهم، أستار الكعبة. نعم. لمكانة الشعر عندهم. وأنت تعلم هذه القصائد 7 لا تزال يعني على حالها، مأثرة من مآثر العرب. هذه القصائد التي هي 7 قصائد، المعلقات 7 اللي هي المعلقات، وأنما سميت المعلقات لأنها علقت بأستار الكعبة. بأستار الكعبة. نعم. أستاذ، القصائد هذه كانت لشعراء من قبائل شتى. أظن يعني نبدأ بالأول، امرؤ القيس كان كنديا لكن كان من بني أسد، وطرفة بن العبد، وزهير بن أبي سلمة. نعم. وعنترة بن شداد. نعم. والحارث بن حلزة، ولبيد بن ربيعة، وعمر بن كلثوم التغلبي. نعم. هؤلاء هم أصحاب المعلقات. نعم. هناك من يوصل المعلقات إلى 10، يعني يضيف إليها. نعم. عشا قيس، و أظن النابغة، والنابغة الذبياني أيضا. نعم. وعبيدة بن الأبرص. نعم. هؤلاء 10 هم كانوا فحول الشعر عند العرب. نعم. وإليهم يتحاكم الشعر. طبعا هؤلاء جميعا، نعم، كلهم ما أدركوا الإسلام، جميع الشعراء، شعراء المعلقات، إلا 2 منهم. نعم. هؤلاء 10، نعم، ما أدركوا الإسلام. 2 فقط هم اللي أدركوا الإسلام، اللي هو الأعشى. نعم. أعشى قيس، والنابغة، ولبيد بن ربيعة. نعم. أما الأعشى كاد أن
أن يسلم ولما، لكن غلب عليه الشقاء، وله قصة مشهورة مع الإسلام. نعم. لكنه ما أدر يعني لكن أدرك الإسلام ولم يسلم. نعم. أما لبيد بن ربيعة، طيب، هذا عمر طويل، هذا يوم أن مات كان عمره 145 سنة. نعم. عمر طويل 145 سنة، عاش منها في الجاهلية 90 وفي الإسلام 55 سنة. نعم. مات في بداية عهد خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. نعم. ويقال يا أستاذ عدي، هذا الرجل لما اعتنق الإسلام ما قال ولا بيت واحد من الشعر أبدا، حتى في الإسلام، حتى هو لم أقصد في مدح الإسلام يعني، لا أبدا، يقال أنه لم يقل إلا بيتا واحد، الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالة. نعم. لكنه أصدق، هو صاحب أصدق كلمة قالها شاعر، أصدق كلمة. نعم. قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق كلمة قالها شاعر هي قول لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم. ويقال وكل نعيم لا محالة زائل، بها رد عليه عثمان بن مضعون يوم أن قالها في الجاهلية، قال كذبت فإن نعيم الجنة لا يزول. نعم. ولما مر دعا سيدنا عمر قال لا يا لبيد اسمعني يعني شيء من شعرك، قال يا أمير المؤمنين لقد عوضني الله بالبقرة وآل عمران، فرفض أن يقرأ الشعر. نعم. لشدة اهتمامه بالقرآن. نعم. وأن يستغل ما بقى من حياته اعتزل الشعر وكان في منع عن الشعر فقط حتى يقرأ القرآن. والله تعالى حقيقة يعني هو ربما أراد أن لا يقرأ الشعر تنزها حتى. نعم. لا يقع في الحرام. والله تعالى يقول وما للنبي عليه الصلاة والسلام وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. له. نعم. طيب عندي سؤال، عفوا. نعم. الشعراء ذكر في القرآن يعني في محكم التنزيل. نعم. أن الشعراء يتبعهم الغاوون. سؤالي هو هل كل الشعراء قطعا لا هم من الغاوون؟ هل كل من يتبع الشعراء الغاوون هم من الغاوون؟ قطعا لا. من يتبعهم، هل كل ما يقولون، لأن في القرآن يقول يقولون ما لا يفعلون، هل كل الشعراء يقولون ما لا يفعلون؟ طبعا. شوف طبعا ليس كل الشعراء، الله قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. قطعا يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر لحكمة. نعم. والشعر قيمة عليا. نعم. وإن من البيان لسحرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته في حربه ضد المشركين استخدم الشعر كوسيلة إعلامية. نعم. في حربه، وسنأتي عليها. نعم. ضد المشركين. لكن في شعراء أصحاب أهواء، والله تعالى لما نزه النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الشعر. نعم. إذ لا يليق بجناب رسول الله أن يقول الشعر، لأنهم أغلبا إذا غضب الشاعر يقول شيء، وإذا رضي يقول شيء، وهاي من أهوائهم. نعم. وأعذب الشعر أكذبه، هذه مقولة عند العرب. لكن الشعر ليس بمعزل عن الدين. نعم. الشعر إذا صح من الدين، وهذه حرب حسان رضي الله عنه مع شعراء مع فحول شعراء قريش. نعم. خالدة وعظيمة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه على ما قال ودافع. لكن عموما النبي الله تعالى نزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر، لأنه الشعر أحيانا يعني يكون منقصة في الرجال. نعم. وحتى لا يفتح ثغرة عليه أنه يقول الشعر، لأنه لما قريش لما أرادت تطعن برسول الله ربما. نعم. سموه شاعرا. نعم. لكنه في الحقيقة لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بيتا واحدا وأكمله. نعم. أبدا. نعم. لأنه صدق الله العظيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وإن كان في الوقت فصحى سنتحدث عن هذا الموضوع، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نزهه الله تعالى عن الشعر وقيمة الشعر والشعراء. لكن لابد أن أذكر لك هذه اللطيفة. نعم. يعني وهذا قرأت جدا أعجبتني، هذا أحمد شوقي قال لما قال رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، كان الله يرحم الإمام الشعراوي كان صغير، فلما سمع هذا أمير الشعراء، ف
فكبر عليه أن يقول شوقي هذا البيت، ولا يزال يريد لقاءه ويحرص عليه ويتبعه إلى أن وصل إلى شوقي وعاتبه. فشوقي قال له: نعم. أنت تحفظ القرآن؟ قال: نعم. قال: ألم تقرأ قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون؟ قال: نعم. فألا أقول ولا أفعل؟ فإنما رد عن نفسي بهذه الشبهة أنه نعم. يقول لا يفعل، وأغلب الشعراء في حقيقتهم يقولون نعم. ما لا يفعلون. بس يعني موجودين شعراء ينصرون المظلوم ضد الظالم، يقفون مع الحق ضد الباطل، إذا هجوا أوجعوا، إذا رثوا أبكوا. يا 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 أستاذ عدي، القلم أمانة. نعم. نون والقلم وما يسطرون. نعم. والشعر أمانة، وخيانة القلم من أعظم الخيانات عند الله. نعم. عندما الإنسان يخون قلمه، وإلا يعني الشعراء كما قال عنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي، قال: الشعراء أمراء الكلام، يتصرفون به كيف شاءوا، يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم في إطلاق المعنى وتقييده، في تسهيل اللفظ وتعقيده. نعم. هم فعلا أمراء الكلام، يتصرفون في الكلام كيف شاءوا. ولقد قرأت أن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: وجدنا في التوراة أن أقواما أناجيلهم في صدورهم تنطق ألسنتهم بالحكمة، وأظنهم الشعراء. نعم. فالشعراء مراتب وطبقات، وكما لكنه تعلم أن بعض الشعراء يزورون الحقائق، ولقد الشعر زور يعني في التاريخ كثير، فكما قال مطر: كفرت بالأقلام والدفاتر. نعم. كفرت بالفصحى التي تحبل وهي عاقر، كفرت بالشعر الذي لا يوقف الظلم ولا يحرك الضمائر. نعم. لعنت كل كلمة لم تنطلق من بعدها مسيرة، ولم يخط الشعب في آثارها مصيرة. لعنت كل شاعر ينام فوق الجمل الندية الوثيرة، وشعبه ينام في المقابر في زمن الكلاب والمخافر، في زمن الآتين للحكم على دبابة أجيرة أو ناقة العشيرة. لعنت كل شاعر لا يغتني قنبلة كي يكتب القصيدة الأخيرة. قصيدة الأخيرة، هذا شأن الشعر عند العرب. نعم. شأن الشعر عند العرب. نعم. فالعرب كانت تنظر قديما إلى الشعر بعين التقديس. أنت كما تعلم أن العرب قديما أقاموا له دولة. نعم. ملء السمع والبصر، كانت دولة عظيمة، دولة الشعر، وأقاموا له مهرجانات، وقاموا له أسواق، وكرموا مبدعي ورفعوا من شأنهم، وكانت القبيلة تفتخر بما لها من الشعراء، جدا تفتخر، لأن يعلمون أن هذا الشاعر هو سبب تخليدهم، هو الذاب عن أعراضهم، وكان يوم أن ينبغ فيهم شاعر يصنع له كما يصنع للعروس. نعم. وحتى نتكلم عن الأسواق والمواسم الأدبية التي كانت العرب تقومها وتقيمها وتجتمع عليها، هذه كانت أسواق لا نزال الآن نذكرها، ولا يزال الآن مهرجانات تقام باسمها. عفوا، أنا عندي سؤال قبل ما ننتقل يعني الموضوع الأسواق، أسواق الشعر، سؤال عن المعلقات هذه وأثرها في مراجعة اللغة العربية. طبعا راح نكمل هذا الموضوع إن شاء الله بعد الفاصل أعزائنا المشاهدين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أستاذ فاضل، كان عندي سؤال عن المعلقات. قرأت يعني في أحد الكتب أنه سيدنا عمر، أظن يعني الرأي لسيدنا عمر، أنما تعسر معرفته من كلام القرآن فارجعوا فيه إلى ديوان الشعر. أسألك عن المعلقات، هذه المعلقات اللي كانت على ستار الكعبة كانت هي المرجع للغة؟ طبعا.
يرجعون إلها في تفسير معاني الكلمات اللي ما يعرفوها. من أعلى المراجع نعم في اللغة العربية هي الرجوع إلى المعلقات نعم ولغة العرب. وكان سيدنا عمر يحث على تعلم هذا لأنه في تفسير القرآن نعم. يعني قد يشكل عليك معنى في اللغة العربية، ولأن هؤلاء كانوا عرب أقحاح لا يأتون إلا بالعربية على شكلها الصحيح، لا يلحنون ولا يغيرون، وكانت هذه الأسواق اللي تجمعهم مثلا سوق عكاظ نعم. كان سبب في توحيد لهجات اللغة العربية، في توحيد لهجات العرب نعم. لا شك ولا ريب أن المعلقات مرجع أساسي للغة العربية، مهم مهم لكل من فسر القرآن من السابقين أن يرجع إلى هذه المصادر، لأنه فيها هي اللغة العربية الصحيحة، اللغة العربية الحية نعم. فيرجعون إليها في فك رموز معاني اللغة العربية نعم. ويؤخذ طبعا يؤخذ من يعني يؤخذ من عندهم. لكن أنا قرأت في مراجع اللغة العربية أمر عجيب، أن لفظ الشعر جاء في مراجع اللغة ارتباط وثيق في العلم والفطنة نعم. والذكاء نعم. حتى لما أرادوا أن يعرفوا الشعراء لغة قالوا إنما سمي الشاعر شاعرا لأنه يفطن لما لم يفطن له غيره. تقول شعرت بالشيء إذا علمته فطنت له، فهؤلاء الشعراء كانوا يفطنون لأشياء لا يفطن لها أحد من البشر نعم. دليل على ذلك قوله عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. يقول أن الشاعر لا يمر بشيء إلا فطن له. هو طبعا كلمة تردم الرجل الثوب إذا رقع، يعني لا يمرهم بشيء فوجدوا في نقصا إلا رقعوه إلا, نعم. إلا حسنوه نعم. والشعر هو حديث الشعور. يقول ابن رشيد القيرواني: وإنما سمي الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره نعم. فقط هم عندهم يعني نظرة للحياة ربما لا ينظرها أحد، تصويرهم وتعبيرهم جدا جميل. ولذلك ماذا قال أبو تمام؟ قال: لولا خلال سنها الشعراء ما درى بنات العلا من أين تؤتى المكارم. نعم. هو يخاطب أحد الوزراء يقول له: أعطيني بعض مالك أعطيك بعض عقلي، المال منك لكن من عندنا الشعراء نرسم لكم طريق المجد، وطريق المجد وهذا الطريق الذي طريق المجد والقوة والعفة هم نحن الذي نصنعه بشعرنا. وأنت تعلم أنه كثير من الناس كانوا من مغمورين الناس، لا يعرفون لا بشرف ولا بفروسية ولا بشجاعة ولا بأي شيء، ولكن خلدهم الشعر، ونحن لا نزال نذكرهم. ولولا هؤلاء الشعراء لما ذكروا هؤلاء القوم، ولربما يعني نسوا، ومات أحدهم كما يموت البعير وما ذكره أحد، لكن الشعراء خلدوا كثير من الأقوام وكثير من الشخصيات، لولاهم نحن ما عرفناهم، على أنهم زوروا كثير من الحقائق في هذه الشخصيات سواء سلبا أو إيجابا، فرفعوا أقوام لا يستحقون أن يرفعون، وخفضوا رجال كانوا أهل شرف، كان أهل شرف وأهل عفة وأهل مجد. لكن الشاعر كما تعلم إذا سخط قال شيء، وإذا رضي قال شيئا آخر. قديما يعني كان الشاعر يحمي قبيلة، شاعر يحمي قبيلة نعم، يعني قبيلته إذا تعرضت ويحميها. منها زيادة الأعجم، كان هذا زيادة الأعجم نعم، كان هذا من عبد قيس. بلغه أن الفرزدق يريد أن يهجو عبد قيس، يهجوه، فبعث هديق، بعث برسالة إلى الفرزدق قال: لا تعجل فإني مهدي لك بهدية. الفرزدق ينتظر الهدية، فلما جاءته وهذا أبيات من الشعر، ماذا يقول بها؟ يقول: وما ترك الهاجون لي إن هجوته مصحا أراه في أديم الفرزدق،
يقول لما جئت أهجو الفرزدق وجدت أن الشعراء قد فروه فريا قطعوه تقطيعا وما ترك الهاجون لي مصحا أراه في أديم الفرزدق ولا تركوا لحما يرى فوق عظمه لآكله أبقوه للمتعرق. يقول أن يعني حتى لحمة بروه فلما نعم. المتعرق هو الذي يأكل العظم هو يريد أن يأكل فلا يجد لحما فلا يجد إلا العظم. سأكسر ما أبقوا له من عظامه وأنكت مخ الساق منه فأنتقي فإن وما تهدي لنا إن هجوتنا لك البحر مهما يلقى في البحر يغرقي. فلما قرأ هذه الأبيات الفرزدق وهو الشاعر الذي لا يجاريه شاعر. بس هذه مو هدية. لا هذا تهديد. تهديد هذا صار. نعم. فلما قال لا سبيل إلى هوج هؤلاء ما دام هذا. نعم. العبد فيهم فخاف. الفرزدق نفسه هذا الفرزدق العظيم. طبعا الفرزدق لم يكن ملك يعني لم يكن من أصحاب السلطان ولا من أصحاب الجيوش ولا من أصحاب السلاح. حتى يجير على الناس لكن الفرزدق كان يجير على الناس. الفرزدق نفسه كان إذا واحد دخل عليه واستجار به يجيره من كل الناس يقول يعني إني هذا مقائم العائذ بك دخل عليه مهما كانت جنايته يحميه بل أكثر من ذلك الذي يستجير بقبر أبيه يعني غالب بن صعصعة إذا واحد استجار بقبر يجيره الفرزدق. زين الفرزدق من أين أتت هذه القوة حتى يجير على الناس ومن هو؟ الناس يخافون من لسانه. سطوة الشعر كانت سطوة يعني لأنه بيت واحد قد يعني يخفض إنسان وهو رفيع وبيت واحد قد يرفع الإنسان وهو وضيع بل أن بيتا واحدا قد يضع القبيلة كلها كل القبيلة وبيت واحد قد يرفع القبيلة كلها. ذكرتني أنت عن الأبيات عن الشعر كيف إلى دور في حياة العرب. نعم. قبل البعثة قبل البعثة النبوية يعني في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان رجل يأتي إلى الحج رجل زبيدي قادم إلى مكة للحج وعنده تجارة فاستودع التجارة عند رجل اسمه العاص ابن وائل معروف العاص أبو سيدنا عمرو أبو عمرو بن العاص أبو عمرو بن العاص من بني سهم هم نعم استودع عنده تجارته وراح يؤدي الحج فرجع للعاص بن وائل يطالب أما بالتجارة أو بالمال على أساس أنه يبيع الهية فالعاص بن وائل أنكر البضاعة وقال له ما لك عندي مال فراح اشتكى عن سادة قريش هذا الرجل الزبيدي راح اشتكى عن سادة قريش طالبهم يعني بحقه فأنكروا عليه ما يجيرون هذا البعيد ضد العاص بن وائل وهو يعني من سادة قريش ومن رجالهم فراح هذا الرجل صعد على جبل أبي قبيس مشرف على مكة على نوادي مكة منتدياتهم جبل أبي قبيس معروف وقال أبيات من الشعر كان لها دور كبير في حياة العرب قال يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر وأشعث أغبر لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر الله يقصد يعني بين حجر إسماعيل وبين الحجر الأسود وأسرق وأنا بيكم جاي أحج البيت العرب وقريش هي يعني مأوى العرب أنتم مرجع للعرب إن الحرام لمن ماتت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدري فتخوفوا رجال قريش تخوفوا قالوا هذا الرجل راح يفضحنا بين القبائل ما راح تبقى لنا أي مكانة الناس ما تجي تحج لنا ما تجيب تجارتها ما يعني ما موجود أمان عندهم فعلى أساسها راحوا يعني اجتمعوا مجموعة من الرجال أظن أحدهم هو العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام وطالبوا العاص بن وائل بمال الرجل أن يؤدي إليه فرجعوا المال واتفقوا على أن يقيمون حلف الفضول هذا الحلف حلف الفضول اللي هو من أشهر الأحلاف اللي صارت في العهد الجاهلي حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أظن في عنده حديث يقول ما زاده الإسلام إلا منعه أظن للأول يقول أنا حضرت لو دعيت إليه لأجب نعم. يقول حضرت مع أعمامي حلفا في بيت عبد الله بن جدعان تمام. القريشي نعم. قال والله ما لي أحب إلي من حمر النعم نعم. ولو دعيت إلى الإسلام في تلك اللحظة لأجبت وطبعا هذا حلف الفضول أظن كان نفس المحضر عمره 20 سنة وصار 490 للميلاد كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم 20 سنة والحقيقة هذا حلف الفضول فد حلف عجيب نعم هو هذا
النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، هي هذه أخلاق العرب. نعم. ينتصفون للمظلوم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، هؤلاء كان خيار الناس. طبعا هو اسم حلف الفضول. ايه؟ أعتقد أنه يعني قرأت أنه لوجود ثلاث أشخاص من ذوي الفضل. ايه؟ أسماءهم الفضل. أي الفضل؟ يقال أنه في شاعر يمكن بالعهد العباسي قال لرجل أيضا اسم الفضل كان متفاخر بنفسه وبشعره وبمآثره، فقال يا فضل لا تفخر فأنك ميت فقبلك قد مات الفضل والفضل والفضل، اللي هم أظن الفضل ابن صراعة والفضل ابن وداعة والفضل ابن قضاعة أظن. نعم. لكن هذا الحلف كان من مفاخر قريش، يعني قريش تفتخر على العرب قديما بهذا الحلف. نعم. ومن كرامة هذا الحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضره. نعم. وقال فعلا لو دعيت في تلك كانت هناك دعوة للإسلام لأجبت. نعم. فهو فعلا من مكارم العرب ومن أخلاقها التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. العجب أن هذا الحلف حصل في الإسلام، حلف الفضول حصل. نعم. في الإسلام. شلون يعني؟ بالعهد الجاهلي هو؟ لا لا لا، هو بالعهد الجاهلي لكن. نعم. أيضا حصل في الإسلام. قصدك حلف آخر؟ لا لا، هو يعني هذا الحلف مال الفضول، حلف الفضول. القصة تقول أنه سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنه كان له منازعة مع الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، هذا كان والي المدينة في أحد الخليفة معاوية بن سفيان رضي الله عنه، كان واليا، وحصلت منازعة على مال، فيبدو الوليد تغيظ على الحسين وأراد أن يسلب حقه، فسيدنا الحسين قال والله لا تنصفني ولا وإلا سأأخذ بسيفي وأدخل مسجد رسول الله وأنادي بحلف الفضول، تنصفني وإلا أجر سيفي أخذ بقوائم سيفي. نعم. وفي مسجد رسول الله أنادي بحلف الفضول. فلما سمع عبد الله بن الزبير وهو من بني أسد أخذ بسيفه، عبد الله بن الزبير بن العوام نعم. أخذ بسيفه، فسمعت بطون قريش بهذا الحدث، فكل جاء من بني تيم ومن بني مخزوم وكل بطون قريش جاء شهر سيوفا، فوقفوا في مسجد رسول الله. نعم. يريدون أن ينصروا للحسين، هي حق دعوة للألفة ولمكارم الأخلاق. نعم. نعم. وهؤلاء أيضا كانوا يتشبهون يعني بمكارم الأخلاق في الجاهلية، وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا. نعم. فقهوا. فلما رأى الوليد بن عتبة جاء إلى سيدنا الحسين يترضاه ويتودد إليه وأدى الحق كاملا، أدى الحق كاملا. فكما قلت هو الشعر يعني كم من قبيلة وضعها وهي رفيعة وكم من قبيلة يعني رفعها وهي لا تساوي شيء. أذكر لك. نعم. يعني باب الطرفة حتى في قبيلة اسمها باهلة. نعم. هذه قبيلة باهلة قبيلة مضرية من قبائل العرب معروفة بالعراقة والأصالة، ومنهم قتيبة بن مسلم الباهلي فاحتحوا. نعم. الشرق، هذا القائد العظيم. نعم. هذه القبيلة لا أعرف ما الذي جنت بحيث هذه القبيلة مغضوب عليها العرب تأنف من الانتساب إليها أبد، يعني ما أن يسمع بها يعتبروها قبيلة مرذولة. نعم. وربما هو قال فيهم الشاعر قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رفات الباب والدار، قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم وقالوا لأمهم بولي على النار. تخيل أعرابي دخل على قتيبة ابن مسلم هذا الفاتح العظيم، فقتيبة طبعا يعلم رأي العرب باهلة. نعم. فسأل هذا الأعرابي قال أيسرك أنك من باهلة وأن لك نصف ملكي؟ قال لا لم يفكر، القضية من باهلة ما تحتاج تفكير. قال أيسرك أنك من باهلة ولك هذا ملكي كله؟ قال لا يعني ما أريد يسمع درجة؟ ما أريد يسمع أبدا. نعم. قال أيسرك أنك من أهل الجنة وأنك. نعم. من باهلة هاي. نعم. جنة. نعم. صفن هذه جنة رب العالمين. نعم. صفن. قال نعم بشرط ألا يعلم أهل الجنة أني من. نعم. باهلة ما شاء الله. شرطي علي أنه ما يعلم الجنة من باهلة. إحنا إن شاء الله
إن شاء الله يعني لحديثنا تتم في الحلقات الأخرى. أعزائنا المشاهدين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا، نلتقيكم برعاية الله وحفظه دائما إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.